أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أن المجلس سيقوم بإجراء تحقيق كامل في الأحداث المأساوية التي استهدفت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال إلقائه خطاب انتخابي في بنسلفانيا، مشيرا إلى أن الشعب الأمريكي يستحق معرفة الحقيقة. وسيتم استدعاء مديرة الخدمة السرية سيكريت سيرفيس ومسؤولين من وزارة الأمن الوطني ومكتب التحقيقات الفيدرالي الـ FBI للمثول أمام اللجنة في المجلس في أسرع وقت ممكن.